السلام عليكم ورحمة الله. باعوا البضاعة الستاندر كلش حلوة، واحد كارتون يطلع به قياسات كاملة، واحد موديل واحد لون. هذه عندنا شروة أحذية رجالية، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هنا 43 44 44 39 43، تجي جواها راح تلقى تكملة القياسات. لا لا تشلي، باعوا هذا السرة 40، هذا السرة 41، هذا السر 40، قياسات كاملة من 39 إلى 44، كل القياسات موجودة. هذا هو اللي يسمونه بضاعة ستندر. شوف روعة $4.5، الزوج $4.5، طبعا خفيف جدا خفيف. طلع القلاقي اللي بداخله، شوف هذا القيطان، انت من الشدة الشدة هنا يطلع شكل الحذاء أرتب. قياس حلو خفيف، قاعدة مادته خفيفة، موديله حلو مطعم، هذا عندك جلد مو جودة عالية صراحة، بس كلش حلو وخفيف وشكله أيضا جميل $4.5. هذا اللي أنا أقصده بالبضاعة الستاندر. البضاعة الستاندر تجيك مغلفة، تغليفة حلو، ويجيك كل زوج بعلبة، وأيضا قياسات كاملة. يعني عندك محل، عندك شيء ما تتعب. طبعا هذا حتى بيشغله حلو همين، هذا مو ماركة، يعني ممكن يدخل لأي دول، خصوصا الدول اللي شحنها مزعج شوية متعب، مثل السعودية، مثل الأردن، غيرها. شوف البضاعة شلون حلوة، شوف الداخل مالته أيضا، شغل مالته جميل، الموديل جميل، كل شيء بهذا الحذاء حلو، وشايفين ألف خير إن شاء الله. وهاي الكراتين مالته الحلو بهاي الأحذية، كلها تجي كراتين ستاندر، يعني يجيك كراتين ستاندر قياساته كاملة وألوان كاملة. عندي بعد هواي بضاعة أنا كلها ستاندر بهالطريقة. خاف واحد يريد ستاندر يجي يشوف على البضاعة اللي منزلها. أنا منزل ستاندر ومنزل شروات، الشروات اللي هي تجي مختلط، الستاندر اللي يجي واحد كارتون قياساته كاملة، مثل هذا اللي عندنا كارتون يجي قياسات كاملة لون واحد فقط، يجي لون واحد. هذا العيب المو حلو بيه، يعني إذا تريد مثلا تاخذ لك أربع ألوان أو خمسة لازم تاخذ لك خمس كراتين. والسلام عليكم ورحمة الله. أي شيء.